راح نجرب نبطل الهوز هذا، راح نجربه عن طريق المنول ونشوف. زين، راح نستعرض الحين اللي هي الجلسة زي ما تشوفوا. هو طبعا الحين بندخل فيها. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا وي ار بيلدرز. مثل ما تشوفوا اليوم رحلتنا الى مكان ثاني ان شاء الله، اليوم الى ليوا في الامارات العربية المتحدة. ان شاء الله تابعوا الحلقة للنهاية، ان شاء الله راح تعجبكم الحلقة. يلا تقع تل مرعب في ليوا في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وهي تبعد عن العاصمة مسقط حوالي 678 كيلومتر، ويستغرق الوصول إليها حوالي 6 ساعات و45 دقيقة بالسيارة. يقوم نادي ليوا الرياضي سنويا في شهر ديسمبر بتنظيم واحد من أكثر المهرجانات التي ينتظرها عشاق الرياضة على أحر من الجمر. هو مهرجان ليوا الشهير بتل مرعب، إذ يعد الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يستضيف عددا كبيرا من رياضات وبطولات المحركات، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة منها التراثية والترفيهية، ما يجعلها وجهة سياحية بارزة لزوار المهرجان. كل عام تجتمع أقوى السيارات الرباعية الدفع والدراجات الرباعية لتتنافس في فعالية تسلق تل مرعب، والتي تعد أحد أعلى التلال الرملية في العالم بارتفاع يبلغ 300 متر بزاوية ميلان حادة تبلغ 50 درجة نحو العالم. تتوفر عدد كبير من المحلات التجارية وأكشاك المطاعم والمقاهي التي تقدم خدمات متنوعة لزوار المهرجان، والتي تجعل من التخييم في البر أمرا ممتعا ويمتد لأسابيع بدون الحاجة للعودة للمدينة، مما يجعل من البر واحة عامرة بكل الخدمات وكل ما يطلبه المجتمع من وسائل الراحة. طبعا في هذه الحلقة راح تكون مختلفة عن جميع الحلقات اللي كنتوا تشوفوها قبل. طبعا اللي تابعنا من بدايتنا، فهذه الحلقة إن شاء الله راح نبدأ نستعرض الأشياء اللي كنا ركبناهم وسويناها على أساس هذه الطلعات الخارج البرية وكذا. راح نبدأ أول حلقة سويناها كان عن تركيب الكمبريسر
والإطارات اللي هو تنسيم وتعبية الإطارات الأربعة عن طريق الموبايل. فإن شاء الله راح نسوي هذا الشيء اليوم وراح نقربه مع بعض. طبعا مثل ما تتذكروا هذه الأحواز اللي راح نركبهم من النقاط اللي سويناهم على كل جهة من الإطار، ونفس الوقت راح يركب صوب من الوصلة والصوب يركب من الإطار. ففي كل إطار راح يكون هوز واحد يركب فيه، وبعدين عاد راح نبدأ ننسم الإطارات عن اوتوماتيكيا. راح يتنسم الى 10 بي اس اي ان شاء الله، اساس نقدر ندخل في الرملة وتكون امورنا طيبة. لكن الحين تطبيق العملي خلينا نقرب وراح نسوي ان شاء الله ونشوف كيف بيكون. بداية نفتح برنامج ERP من الهاتف، وعلشان يشتغل النظام راح نفتح زر الكمبريسر. وبعدها نفتح البلوتوث ونعمل اقتران بالنظام. مثل ما لاحظتوا هنا تم الاقتران. والحين راح نعطي الأوامر للنظام بتنسيم الإطارات إلى 10 PSI. هنا مثل ما لاحظتوا ظهر رسالة تحذيرية بأن الكمبريسر ما راح يستجيب لغاية ما تشتغل السيارة، وبكذا رحت وشغلت السيارة. بعد ما شغلت السيارة وحددت للنظام بتنسيم الهواء، بدأ ضغط الهواء في الإطارات ينقل. راح نسرع الفيديو لحد ما يوصل الضغط المطلوب.
مثل ما لاحظت ضغط الهواء ينقص وبعد فترة يرتفع، هذا لأنه يعادل الضغط بين الإطارات الأربعة، وبعدها ينقص الضغط لحد ما يوصل الضغط المطلوب. زين، مثل ما شفتوا الحين خلاص نسمنا الاطارات. طبعا انا غيرت شويه في النظام، حطيت 8 بي اس اي تقريبا. زين، والحين راح نقرب وراح نستخدم المنول وراح نشوف كم بالضبط في الاطار بعد ما نسمنا عن طريق التليفون. تمام، يلا بنقرب الحين. زين، حاليا راح نقرب نبطل الهوز هذا وراح نقربه عن طريق المنول ونشوف كم بيكون مقاس الهواء. مثل ما تشوفوا هذا الحين شغال، الحين صفر. او بين عندنا 9، يعني تقريبا الفرق مال 10 بي اس اي على حسب ما هو سوينا النظام. يعني انا ضبطته على 8، لكن هو ما تشوفه نسم الى 9 بي اس اي، ولكن يعتبر ممتاز جدا. زين، الحين بعد ما استعرضنا اول تجربه، وطبعا شفتوا مثل ما شفتوا ان نجح التجربه الاولى، والحين مستعدين ان ندخل في الرمله وان شاء الله راح نكمل التجارب الثانية اللي سويناها، وإن شاء الله راح تعجبكم. يا
والحين مثل ما تشوفوا اليوم في اليوم الثاني ونحن موجودين في لواء. طبعا مثل ما تشوفوا رتبنا الخيمة والجلسة. طبعا الحين بوريكم بعد من داخل كيف بتكون وايش الاشياء اللي استخدمناها اللي ممكن نستخدمهم احنا في البر. فالحين راح نستعرضهن ونشوف ان شاء الله ايش فائدتهم بالضبط. زين راح نستعرض الحين اللي هي الجلسة زي ما تشوفوا. هو طبعا الحين بندخل فيها هنا تستريح وتتعشى وتتغدى وجلستك وامورك طيبة عن الشمس. انت جلس داخل فيها وهنا مكان النوم. طبعا ذكروا في الحلقة ركبنا هذا الوصلة الخارجية. شوف طبعا هذا الواير يروح داخل الخيمة وهناك ممكن تعبي تليفونك وانت داخل في الخيمة. وحتى الليتات مثل ما تذكروا نفس الشيء الثلاجة شغالة طول الليل شغالة الليت الثلاجة. طبعا تذكروا نفس الشيء الليتات اللي ركبناهم اللي هو هذه هذه طبعا مركب ليتات مصوبين شوفهم من هنا. وهذا الليت الداخلي داخل السيارة زي ما تذكروا ركبناه هنا فوق واحد ليت. ونفس الشيء في ليتات خارجية اللي هي على الجلسة. وفي ليت ثالث اللي هو هذا اللي فوق. لما تشوفوا الليت شغال كامل بالبطارية الاحتياطية يعني انت سيارتك مبندة وجالس في الجلسة ومخيم وكله يستخدم البطارية الاحتياطية. حتى ليت السنارة تقدر تشغل نفس الشيء في الوصلة في وصلة اللي هو الوصلة الخارجية هذه. الحلو فيه هذا حتى وانت في الليل نايم سكر سيارتك مستخدم الوصلة الخارجية فقط وكله يسحب من البطارية الاحتياطية. طبعا وهذه مطبخنا المتواضع مع المغسلة. في هنا طاولة احتياطية بعد ممكن تفتحها. طبعا الباقي هو اللي هو غرفة الخصوصية بس ما بطلناها. بس ان شاء الله في الحلقات الثانية ممكن ان شاء الله نبطلها ونوريكم كيف بالضبط مع اللي هو الغاز. يمكن لان الاساس ما مركب الغاز فبعد ما نوصل الغاز راح نقربها مع السخان الماي وراح نفتح غرفة الخصوصية نفس الشيء.